بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حديث الإمام الطيب فضيلة الإمام نستكمل مع فضيلتكم رحلتنا المباركة مع أسماء الله الحسنى ونبدأ مع فضيلتكم في حلقة اليوم باسميه الشريفين السميع البصير ما هو مأخذ الإسمين ومعناهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد فهذان الاسمان السميع البصير طبعا كما هو معلوم للجميع من اسماء الله الحسنى ومن الاسماء التي تذكر دائما مقترنه يعني السميع البصير الخافض الرافع المعز المزل ويقولون يعني يستحسن او من الادب مع الله سبحانه وتعالى ان يذكر معا كلما ذكر مثلا لا لان لو قلت انه هو مثلا السميع فقط قد يعني يظن ان بالنسبه للبصير ما هو الحال يعني لا فدائما يعني سلفنا الصالح يعدهما ويذكرهما معا وهما يعني وردا مقترنين في في القران الكريم وهو السميع البصير في مواقع كثيره جدا او ايات كثيره ربما فقط في سورة سبأ وردت أنه سميع قريب نعم. وطبعا السياق كان يقتضي هذا وفي حديث أبي هريرة وأيضا ربما في حديث الترمذي يعني هما تقريبا الحديثين أنهما عددوا نعم. الأسماء الحسنى وأوصلوها إلى تسعة وتسعين ومأخذهما من السمع ومن البصر نعم. فمعنى السميع يعني السامع والبصير بمعنى المبصر. لا السامع معناها يعني بالنسبة أو في حق الله سبحانه وتعالى السامع لكل المسموعات كل ما هو مسموع هو يسمعه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وكل ما هو مبصر ويقع تحت إدراك البصر فالله يبصره. فإذا يعني هو السامع لكل المسموعات. والمبصر لكل المبصرات طبعاً هما من صفات الكمال نعم. يعني ويتنزه الله سبحانه وتعالى عن نقيضيهما وهما كما هو معلوم يعني الصمم والعمى نعم. هناك من يفسر السميع هو إدراك المسموعات وإدراك المبصرات طب إيه الفرق بين السامع للمسموعات نعم. والمدرك للمسموعات في فرق ويعني بالبلد كده يعني مدرك بمعنى يعلم نعم. لأن الإدراك ده يعني شيء ينتمي إلى العلم وإلى الفكر وإلى كذا يعني أدركت مثلا أن أنه سيكون كذا وكذا ده ليس أدركه بعينه ولا بيده نعم. يعني ليس إدراكا حسيا وإنما إدراك إدراكا عقليا إدراك العقلي, إدراك العقلي. فيعود إلى صفة العلم نعم. فمعنى أنه مدرك للمسموعات وللمبصرات أنه يعلم المسموعات والمبصرات طب ليه الناس دي بت يعني هربانة من, من أن تقول أنه يسمع المسموعات ويبصر المبصرات زي ما اللغة بتقول كده وإحنا طبعا بنفسر كل شيء باللغة لأن القرآن نزل لغة العرب وخاطب العرب نعم وخاطبهم بما يفهمون من دلالات الالفاظ التي يستخدمونها ويعرفونها هم هروبهم ايضا من ان يعني ينسبون لله سبحانه وتعالى صفة تكون فيها يكون فيها معنى الحس قوي نعم لان معنى السامع، السامع عندنا كما نسمعه في اللغة السامع بأذن بأذن والمبصر بعينيه اه يعني بحاسة او ب أو بآلة حسية طبعا هذا بالنسبة لله مستحيل نعم. تلحقه لأننا قررنا صفة أنه هم يخافون لا. مثلا فضيلة الإمام أن يقتربوا من التشبيه أو التصوير بالضبط. أو شيء من هذا بالضبط يخافون من تشبيهه بخلقه نعم. ليس كمثله شيء ما عندنا برضو قاعدة بتحكمنا أنه ليس كمثله شيء لا يمكن نعم. أن يشبه خلقه في صفات الخلق يعني الصفات الحسية فإذاً قالوا نفسر آه نثبت له انه سميع وانه بصير هذا لا خلاف ورد في القران ولكن حين نفسر سميع وبصير نفسرها بانه هو الذي يعلم المسموعات ويعلم المبصرات طبعا إلا يعني هذا التفسير يعني لم يقبله كثيرون او اكثر الشراح او اهل السنه والجماعه بشكل عام لماذا فضيله الامام لم يقبل لانهم يعني يقولون ان صفه العلم لها اختصاص نعم وصفه السمع لها اختصاص وصفه البصر لها اختصاص واحنا عندنا الصفات كل صفه تفسر بمعناها نعم ونبين يعني الذي يدرس هذا الكلام طبعا شيء من العمق المتخصصين يعرفون ان للصفات تعلقات نعم. يعني كل صفه لله سبحانه لها تعلق تعلق لانها هي هي الصفات دي اللي تتعلق اولا بافعال العباد او الموجودات والمخلوقات بالمخلوقات, بالمخلوقات. بالمخلوقات. نعم. فكيف تتعلق بالمخلوقات المخلوقات في مرحلتين نعم. مرحله قبل ان تكون ومرحله بعد ان تكون والصفه ايضا الصفه كمان من المبادئ التي يجب ان يكون المسلم منها على يقين وعلى حذر في نفس الوقت ان لا يعتقد ان هناك صفه يتصف بها الله سبحانه وتعالى صفه حدثت بعد ان لم تكن، كل صفاته قديمه لان ذاته قديمه. سبحان الله وهل هنا نفس الموضع فضيلة الإمام يعني كيف تعمل يعمل اسمي السميع البصير في صفتي السمع والبصر قبل حدوثهما آه نعم هذا هو السؤال يعني ربما يعني متوقع وفي نفس الوقت يعني الإجابة عنه هي ليست صعبة ولكن يعني تحتاج إلى بذل مجهود في 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 التبسيط فمثلا عندنا احنا لابد ان ننطلق من قواعد ثابته. القاعده الاولى ان صفات الله سبحانه وتعالى كلها قديمه. معنى قديمه يعني لا اول لها، لا بدايه لها. قديمه بمعنى لم تكن ثم كانت، لا وصف القدم لا. لا، الوصف القدم معناها لا تتصور انها لم تكن ثم كانت، انما كلما تصورتها أدركت أنها لا أول لها، هي موجودة أزلية أبدية أزلية موجودة في الأزل لا نعم. تتصور لها بداية نعم وده حيثبت كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، إذا ثبت نعم. لها القدم يثبت لها الأزل نعم فدي قضية مش مش مهمة الآن إنما المهم رقم واحد عندي أن ذات الله سبحانه وتعالى قديمة نعم ده واضح وذلك أول صفة أو من 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 صفات الله القدم نعم أنه قديم قديم معنى أنه أزلي نعم ومعنى أنه أزلي يعني أنه لا يمكن أن يتصور أنه لم يكن ثم كان نعم لا لأن لو كان لم يكن ثم كان سيحتاج إلى من يخرجه من العدم إلى الوجود فإحنا يبقى الإله يحتاج إلى إله ثاني ونفس الإله اللي اللي اللي, اللي, ده نعم حياتي فيه السؤال طيب هل اللي هو ده طلع لنا يعني استغفر الله والله المسؤول الاعلى بس علشان الناس اللي بيخضعوا للالحاد او بتاع نقول لهم هذا الكلام لو كان يعني يقولون اه الله ده موجود لازم يكون ينطبق عليه قاعده الموجود كل موجود لابد ان يكون له موجد نعم طيب يا سيدي انا حفترض جدلا الكلام ولو انه ده تخريف لكن اسلمه جدلا الـ 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 عندي الاله الف مثلا حتقول لي ده حيحتاج الى لان ده موجود هيحتاج الى من موجود. يخرجه مين يخرجه؟ هنجيب باء اللي هيخرج ومن أخرج باء آه. طب باء ده كويس كتر خيره طلع لنا الف من 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 العدم الى الوجود آه. باء ده حتفترض ايه؟ موجود ولا اذا افترضته قديم خلاص ده بيبقى افترض الاولاني ويبقى ثبت المطلوب نعم آه. اذا افترضت زي صاحبنا ده انه عايز برضه من يخرجه من العدم إلى الوجود عايز دال. نعم. ودال سيدور فيه نفس السؤال، هل هو موجود أزلاً؟ نعم. عشان ما تسألنيش، ولا هيحتاج؟ إذا قلت موجود أزلاً اعترفت بأن ها هنا إله موجود أزلي، وتم المطلوب. إذا قلت لي لا والله برضه أنا عايز ها آه ودال. إذا بيسموه التسلسل. نعم. والتسلسل. في العلل مستحيل العقل يقول لك يستحيل أن تتسلسل هذه الأمور ولذلك يضربون مثل لا. يقول لك والله أفرض أن يعني أنا عندي مجموعة أعمدة كل عمود مايل ومستند على عمود قبله المايل ده اللي هو اللي بنقول عليه ده لازم يعني ده ما ينفعش إلا لازم يطلع من العدم الوجود لا. طيب هيستند إلى إيه إذا استند إلى واحد زيه لا. مائل فده برضه يحتاج الى ان يستند, أن يستند الى عمود. شيء اخر. قبله لو مشينا في ده على طول يستحيل لا. واحده من الاثنين يا اما انك انت تصل في النهايه الى عمود ثابت غير مايل نعم يستند اليه الكل يا اما هتفترض ان الاعمده مايله على طول وبالتالي كل ده يتهاوى ولا يوجد عندي عمود لا مائل ولا ولا ثابت. نعم. فده مع وده ابطال حتى يسمونه احنا بيدرسوا طبعا يعني بطريقه اخرى ابطال التسلسل في العلم والمعلولات الى ما لا نهايه في الماضي. العقل يرفض هذا. والغريب ان الملحد يصدق هذا لانه لما يصدق من وراء عقله ما بيعملش العقل. هو يغض الطرف عن هذه القاعده. لأن لانه شوف جزء كبير من الالحاد مكابره واستكبار. وبالتالي هو يجيك في نص الطريق ويسيبك يقول لك لا انا انا مش انا مش مؤهل ان انا اقعد ابحث في الكلام ده، لا انا نعم. ما انا ما شفتش خلاص. طيب فخلينا في قضيتنا وهي نعم. ان ذات الله سبحانه وتعالى قديم قديمه ولا يمكن ان تكون حادثه، لا يمكن ان تجيني مستنده الى غيرها، حادث نعم. يعني مستند الى من يحدثه اوجده الى من أوجد الى من يحدثه هو ده نعم. الحادث. فاذا ثبت ان الذات قديمه الصفات التي تثبت لها هي ايضا قديمه لابد ان تكون قديمه والا حيلزم مستحيل عقل ثاني، ايه المستحيل؟ نعم المستحيل لو ان انا عندي ذات قديمه وبعدين افترضت يعني مشوار بعيد ليس لها صفه نعم. ثم ظهرت صفه حادثه فهنا والعياذ بالله كان هناك شيئا ناقصا بالضبط. ثم اكتمل كأنه كان ناقصا ومحتاجا والعياذ بالله الى هذه الصفه نعم. وحين حدثت تكمل بها نعم اذا قلت والله تكمل بها ما تقدرش تقول انها قد لان معنى قديم اني يعني كل صفات الكمال جاهزه لي نعم جاهزه ومتوفره فلو قلت والله انه تلحقه الصفه الحادثه بالضبط تقول يلحقه النقص ويتكمل فكانك قلت هو كامل ناقص هذا تناقض والعقل يرفضه تماما نعم يقول لك اما ان تفترض كامل وبالتالي لا يحتاج الى اي صفه حادثه واما ان من الاول تفترض ناقصا فلا تقول انه ذات قديمه ما يكونش قديم لان القديم معناه توفر له كل شيء نعم توفر له كل كمال فاذا الزات اذا كانت قديمه الصفات قديم قديمه قديمه الامام وكيف تعمل هذه الصفات؟ هذا هو الذي يسمونه تعلق الصفات. نعم. تعلق الصفات. تعلق الصفات وخاصه الصفات التي تتعلق بالموجودات التي توجد فيما بعد. نعم. يعني في القدم وفي الازل لا تكون موجوده. طيب نعمل فيها ايه؟ مثلا زيها السمع والبصر، انت بتقول لي والله الله سميع يسمع كل المسموعات كل المسموعات. أو خلينا في مثال آخر مثلا القدرة نعم. الله قادر قادر وإحنا قلنا صفة القدرة يعني زي ما بنقول كل صفة لها دائرة الشغل فيها نعم. أو لها تعلق بشيء فالقدرة تتعلق بالموجودات نعم. بإخراج الموجودات من العدم, من العدم إلى, الوجود. إلى الوجود هنا عايزين نشوف صفة القدرة قبل أن توجد الموجودات نظامها نعم. إيه كانت موجوده ولا مش موجوده؟ كانت موجوده بتشتغل ازاي؟ ده ما فيش موجودات حتى الان. نعم. يعني انا اسمح لي اضرب مثلا بحضرتك. تفضل فضيلة. علشان يعني انا حقول دلوقتي مثلا حتساءل أه 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 أن الاستاذ رضا امامي هو بعد ان ينتهي من هذه الحلقه سوف هو قادر على ان يقود سيارته ويذهب بها الى البيت. نعم. إذن الان انا باصفه بالقدره على قياده السياره نعم هو الان موجود امامي لسه لسه قياده السياره ما حصلت القياده لم يحدث لم تحدث يعني لم توجد بعد السؤال هل يصح وصفك الان بانك قادر او لديك القدره او عندك نعم. القدره على ان تقود سيارتك فيما بعد انتهاء الحلقه نعم. او لا طبعا واضح ان عندك القدره نعم. والا لا قدر الله مش حضرتك يعني لو قلنا انك انت غير قادر اصبحت عاجزا وصفناك او وصفنا هذا الذي نتحدث عنه بالعجز نعم اذا قلت انه عاجز اذا تقول انه ليس قادرا وبالتالي يلزمنا ان نحن نجري يعني كشوف طبيه عشان نعرف انك انت حتقدر او ما تقدرش نعم لولا ان نحن جميعا مقتنعين ومتاكدين انك تتمتع الان بصفه اسمها القدره على القياده لا. لما صح لك بعد ما تطبق وراك تاخذ بعضك وتركب لا. السياره. طيب القدره دي بقى اللي هنا اللي احنا خلاص اتفقنا على لا. انك انت موصوف بها. دي وضعها ايه بالنسبه للقياده؟ يعني انا عندي لا. مقدور اللي هو القياده ده سميه مقدور اللي هيخرج اللي هيطلع من الوجود من العدم الوجود وحضرتك قادر والصفه دي قدره نعم طيب ما فيش مشكلة في القادر هذا موجود قدامنا شايفينه وهنشوف القدرة دي بقى اللي هي موجودة حاليا علاقتها ايه بالمقدور اللي لسه حيحدث تتعلق به اه نعم تتعلق به تتعلق به ازاي ده طبعا المثال ده ولله المثل الأعلى حننتقل به بعد ما العلماء يقولون ان هذه القدرة تتعلق بالمقدور اللي هو لسه حيحصل تتعلق به تعلق صلاحيه يعني آه. هي الصالحه هي مستعده لان تتعلق به وتخرجه من من العدم من الى الوجود, من إلى الوجود. آه. فالتعلق الان تعلق صلاحيه هي آه. صحيح كامنه مستقره لكنها صالحه لان تتعلق بهذا المقدور حين يعني يعني هي موجوده ولكنها غير فاعله في هذه اللحظه ولكنها لديها القدره هي على هي أداء الفعل اللي قلت حضرتك نعم. يمكن يعني ده نفس التعبير هي صالحة ليست بالفعل ولكن يقولون وإنما بالقوة يعني هي صالحة نعم. فالتعلق هنا حتى يسمونه تعلق صلوحي نعم. أو تعلق صلاحية تعلق صلاحية قديم يعني منذ الأزل هي موجودة القدرة عند الله سبحانه وتعالى نعم. وهي متعلقة بما سيكون تعلق صلاحية حينما يأتي الوقت وتشتبك مع هذا المقدور الذي سيخرج بسببها من العدم إلى الوجود أو سميه تعلق تنجيزي إنجاز, نعم. إنجاز تعلق, هذه تعلق فعل فإذا القدرة أنت تتصف بها الآن نعم. قبل الـ الـ أن تتعلق بالمقدور ثم القدرة تتصف بها بعد ذلك نعم. التعلقين يعني القدرة هي هي قدرة كصفة هي نعم. هي لكن التعلق يختلف يختلف فتعلقها في الفترة اللي هي قبل وجود ما قبل المقدوم. اخراج المقدور ما قبل قيادة السيارة نعم. بس الفترة دي هي والله المثل الأعلى هي اللي حنخليها في الأزل نعم. بعد لما حنرجع والفترة اللي هي أو التعلق بالفعل بالقيادة حنسميه في في فيما لا يزال نعم فإذا أنت لديك قدرة هذه القدرة موجودة وثابتة لك وصفة نعم. وتصف نفسك بها ونحن نصفك بها الآن أنك أنت قادر على قيادة السيارة نعم. ولديك القدرة على هذا لكن تعلقها بمجالها وبشغلها الآن تعلق نسميه تعلق صلاحية نعم. تعلق إمكان ممكن ممكن أن تقود إذا انتقلنا و... 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 واشتبكت بالفعل القدرة مع مقدورها نعم. نسمي هذه القدرة هذا التعلق تعلق تنجيزي. تعلق تنجيزي وهكذا هذه الصفات يسمونها في الازل تعلقاتها تعلق صلوحي قديم نعم. ثم تنجيزي حادث وهذا في اسماء وصفاتك السميع البسيط كل الصفات التي تتعلق قدره يعني اللي هي ليست الصفات الذاتيه وانما المتعلقه نعم. بافعال بافعال المخلوقات فالله سبحانه وتعالى قادر في الازل، قادر على ماذا يا اخواننا لسه ما فيش مقدرات؟ يقول قادر أن تثبت له صفة القدرة التي هي صالحة نعم. لفعلا التعلق بالمقدورات وإخراجها من العدم إلى الوجود حين يريد الله سبحانه وتعالى حسب علمه ويجيء وقت إخراج هذه المقدورات نعم. فهي مقدرش أقول أني قبل إخراج المقدورات ما كانتش لي صفة اسمها القدرة نعم. وإلا كان سيكتسبها جديدا وبالتالي يكون معطل او يكون ناقصا لا. ثم استكمل بها نعم وهذا والعياذ بالله لا يصح ان نصف لا يمكن لا اصله يعني بغض النظر عن يعني احنا شغالين بالعقل دلوقتي نعم ما هو العقل انطلق من انه ذات كامله نعم. قديمه يعني كامله ما يكونش قديم ولسه في حاجه جديده تستحدث حي حي حيتكمل بها ما يبقاش قديم نعم يبقى يبقى هو حادث حادث سندخل في مشكلات من اوجده ودي طريق اخر لا. لكن اذا اتفقنا على انه قديم بمعنى انه اكتملت له كل الصفات بمعنى انه لا يحتاج الى شيء حادث ابدا لا. فالقدره لو احنا قلنا والله قدرة دي غير موجوده وانما توجد حينما تتعلق بمقدراته انا قلت انه هو الله الان معطل والان هو غير قادر نعم زي ما إحنا افترضنا كده وحين وجدت الموجودات القدره آه ظهرت فتكمل بها نعم او يعني هي كان ناقصا يعني ولله المثل الاعلى آه وتكمل بها وهذا مستحيل كما كما قلنا نعم اذا آه قدره الله سبحانه وتعالى وده حنتكلم فيها معلش الوقت راح لكن دي تاسيسات لابد من فهمها جيدا نعم فمثل هذه الصفات قبل ان تتعلق بمقدوراتها المحدثه التي توجد بعد عدم نعم اسميه مسمي تعلقها تعلق صالوحي قديم، يعني هي قديمه لا. وصالحه للعمل حينما ياتي الموعد. لا. ثم لها تعلق حادث. تعلق الاولاني قديم نعم لا. لان التعلق الثاني حين تشتبك تتعلق تعلق حادث ولذلك يسمونه تنجيزي حادث نعم صالوحي قديم معنى في القدم صالحه نعم. وتنجيز حادث أنها حين تحدث الأمور فهي قادرة على أن تتعامل وتنجز نعم. شكرا فضيلة الإمام ونستكمل الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة إلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله